Salut chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Bia Mustapha. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'entraînement, ou bien un exercice de préparation au devoir surveillé concernant les maths du tronc commun BIOF, parcours international, et le chapitre c'est le calcul vectoriel. Alors, pour bien préparer le devoir surveillé, donc je vous propose deux exercices. Premier exercice, donc comme vous voyez, donc elle parle du milieu d'un segment, comment on peut montrer qu'un point est milieu d'un segment. Et pour le deuxième exercice, on a pas mal de questions qui sont le plus souvent données au contrôle surveillé ou bien au devoir surveillé. On va savoir comment montrer qu'un vecteur égale à l'expression vectorielle et comment on peut écrire un vecteur en fonction de deux vecteurs au plus et comment on peut donc montrer que deux droites sont pareilles en utilisant donc les propriétés concernant les vecteurs. Et quatrième question pour cet exercice, comment on peut montrer que trois points sont alignés à travers une relation donnée, une relation vectorielle donnée dans les données, d'accord? Voilà, donc commençons par l'exercice 1. Alors, solution. Alors, chers élèves, pour que toutes les choses soient très claires, je parle français arabe, d'accord? La langue est une de l'aura, surtout au début de cette année. Voilà. Donc, exercice 1. Timeline le wall. Soit ABC un triangle tel que. ليكون ABC مثلث حيث فيكتور AE متجه AE égale à فيكتور CB تساوي متجه CB فيكتور و متجه AF تساوي AB فيكتور AB plus فيكتور AC. سؤال montrer que B est milieu de F. بين أن B هي منتصف القطاع EF. دونك كان ندير هنا تنجاوب على هذا السؤال. الله عليكم. بالنسبة لهذا السؤال كيفاش نبينوا واحد النقطة ميليو ديال واحد سيكون. هذا ناخذ باش يبان لنا داكشي تخي كلير. السيمون هي هذا رسمنا انا كاع في الوسط. بغيت نبين هذا البوان ب ميليو ديال اف. كاين عندنا 3 تكنيك نقدروا نفكروا فيها داكور. سوا انك تبين او بي ايكال ا بي اف ولكن اللي يبدا منها اف بي ايكال ا بي او سي لا ميم شوز. دونك سوا انك تبين لي ان او بي ايكال ا بي اف. هذه الطريقه الاولى. D'accord. طريقة ثانية أنك تقدر تبين أن BE plus BF égal à vector nul. يعني تمشي تبين أن BE plus BF هادو قواعد عندنا مع ذلك خاصيات دي بروبريتي. يعني تمشي تحسب هاد لاصوم خاصك تلقى تساوي ليك فيكتور نول. إذا لقيتي كيساوي متجه منعدم راك جاوبتي على السؤال. داكوغ. كاين طريقة أخرى اللي هي شناهي هو أنك تبين مثلا هاد فيكتور OB كتساوي عند فيكتور او بي كتساوي النصف ديال فيكتور او اف. اولا فيكتور او اف كتساوي اما هادي ولا فيكتور او اف كتساوي الدوبل ديال او يعني دوب فوا او بي. داكوغ. راه اذا ضربتي غير هنا في جوج وهنا في جوج غتولي عندك او اف كتساوي جوج او بي. دونك حنا عندنا ثلاثة طرق نقدرو نفكرو فيها. انا ننصحكم بهاد الطريقة هادي انا هادي تعجبني ومن بين الطرق اللي هي في المتناول ديال الكلام. دونك شنو غادي ندير؟ انا باغي نبين بي راه هي الميليو ديال هاد السيجما خصني نبين ان بي او بلس بي اف ايكال فيكتور نول يعني فيكتور بي او بلس فيكتور بي اف. دونك كنجي هنا كنكتب اون بي او بلس بي اف كنحاول نحسب هاد لاصوم خصني نلقى كيساوي فيكتور نول. اون فوا نلقى كيساوي فيكتور نول صافي جاوبت السؤال. دونك نطلق من هنا هنا تنحاول نوظف سوا غولاسيون بشار سوا لي دوني. دونك كنشوف هنا بي او واش عندي في لي دوني نقدر باش نقدر نعوضها مكاينش. بي اف تا هي واش عندي ما عنديش. دونك هنا نحاول ندير غولاسيون بشار نقدر هنا ندير غولاسيون بشار بي شي بوان بطبيعة الحال اللي كاينة في التمرين. دونك غندير غولاسيون بشار بي ا تولي بي ا بلوس ا. علاش اختاريت بالضبط ا؟ لانه غتعطيني واحد فيكتور اللي عندي في لي دوني اللي هي ا او. داكوغ. ب تساوي بنفس الطريقة ندير لها غولاسيون بشار ممكن نختار أ غتولي بي أ بلوس أ إف. علاش اختارينا أ؟ لأنها تعطيني عاوتاني واحد فيكتور اللي عندي في لي دوني. تخي بيان. إي باغ سويت شنو نقدر ندير هنايا؟ هاد بي أ بلوس بي أ هي إتنان بي أ أ إو غادي نعوضها هادي راهي سي بي
والاعاف نعوضها هي ابي بلس اس داكوغ. بعد سويتش شنو يولي عندي؟ تيبان ليا هنايا هادي مع هاديك غادي ندير غلاسيون ان شاء الله. غنبقى عندي هنا اثنان بي ا سي بي، الا قررت عندها اسي ولا ندير اسي هي الاولى. هي اسي اللي نكتب بها هادي اللي نتبع ا بي، راهي غير ترتيب هنا دو بي ا غادي تبقى. كاين بزاف طرق اسي مع سي بي، لاسون ديالها لي دو باغ غلاسيون شارج شنو يعطيني؟ يعطيني فيكتور ا بي هاي في هنايا داكوغ، بلوس هاد ار بي اللي كاين هنايا. وممكن توضع تفتح واحد بارونتيز تقول علاش هاد لاسون كيساوي لي فولاسيون شارج اكسيتيرا. اي باغ لا سويت دونك ومن الاحسن تفتح قوس وتوضع داكوغ، يعني بروف كيما يتاكد واش انت فعلا ضابط الامور ديالك ولا لا. عاوتاني هنا تبقى دو بي ا، هنا ار بي بلوس ار بي سي دو ا بي. اي باغ لا سويت هنا نقدر كي اللي تتبان لي دايركت فيكتورين، وكاين اللي تتبان لي هاك دونك كيخلي دو بي ا داكوغ، ولا كاين اللي تيدي عمل بي بي دو كتولي عندك دونك اللي عجبك. وكاين اللي هنا لا عملتي بدو شكون عندك بي ا بلس ا بي سي بي بلس فيكتورين دو فوا فيكتورين سي فيكتورين داكوغ. هادي طريقة. وكاين اللي كيمشي غير الترتيب ديال جوج نقاط دونك يتغير الإشارة هادي تولي ناقص الثاني بي بي ا. شو اللي عندي دو تام اوبوزي دونك غتكون عندنا فيكتور نيو ديريكتوم، تكون عندنا دو في دو تام اوبوزي و فيهم دي فيكتور ديريكتوم تنكتب فيكتور نيو داكوغ. واحنا سالينا و جاوبنا على كيسيون دونك الوغ بي اي ميليو، لانو انا كنتفاهم وصلت لفيكتور نيو اي ميليو دو كوا دو بي اف و لان دو او اف داكوغ. لي ما بغاش هنايا لي ما بغاش يدير هاد الباساج هذا، انا نعطيكم باساج اخر حتى هو وكتبوا هذا دابا عرفتوا. لي بغا هنا شنو يدير؟ راه يعمل هنايا بجوج دونك شات ولا جوج باساج اللي كنت هضرت عليه اورالمون بلس ا بي داكوغ. غتولي دو هادي غلاسيون شارج غتولي بي بي، غتولي دو فوا دي بي راه هي فيكتور نول، وشي عدد الى مضروب في فيكتور نول تيبقى فيكتور نول. ديما قاعدة ان نوم غيال فوا ان فيكتور نول توجو ايكال ان فيكتور نول بوان دو سيريز دونك تلقى لك انت اختيار. ندوزو دابا ليكزارسيس دو داكوغ. دونك شنو عندي في ليكزارسيس دو؟ ا بي سي اي تان تريانغل ا بي سي مثلث اي اي جي سون دو بوان تيل كو اي و جي نقط بحيث فيكتور ا اي كتساوي 3 على 4 فيكتور ا بي و فيكتور ا جي كتساوي 4 على 3 فيكتور ا سي. السؤال واحد بين ان فيكتور اي سي كتساوي التالي. دونك ديجا شفنا بحال هادشي في واحد ليكزارسيس. دونك نبدا بالكيسيون الاولى اون مونتر كو فوالا تقدر تكتب هادشي انا نبدا ديريكتومون. دونك وليت تكون عندي واحد فيكتور كتساوي واحد تالي سي جو بدا ليا الفيكتور اللي كاين بحال الطرف. نطلق منها اي سي شنو غتساوي؟ اول حاجه كنفكر قلنا في دو جوج حوايج كنقلب على هاد الفيكتور اي سي واش عندي في المعطيات. الا عندي في المعطيات كتساوي شي حاجه كنجي كنكتب ديريكت داكشي اللي كتساوي هنا نقلب على اي سي هنا ما كايناش اي سي في لي دوني دونك هنايا تعويض ما غادي نستعملوش في البديل. دونك هنا جو باس غادي نمشي لغولاسيون تشارل داكوغ. كنقلب على شي بوان لي هي فافورابل ندير بها علاقة تشارل باش تعطيني باش نوصل لهاد لي دو فيكتور ا بي و ا سي ولي باينين عندي هنايا داكوغ. دونك جناي بوان لي تكون مناسبة. إلا خدينا مثلا ا تكون مزيانة لأنو فوالا ا تكون مزيانة لأنو ملي ندير ا شتولي عندي اي ا بلوس ا سي. هيا بانت عندي واحد فيكتور ا سي أنا محتاج ليه أنا هادي اكزاكتومون انا بلوس اسي دونك هاد اسي يعني لقيت اي ا ما انا ما محتاجش ليها انا باغي ناقص 3 على 4 ا بي ولكن اي ا مزيانه لان عندي في لي دوني عندي ا اي دونك من اي ا نقدر نقلب نخرج ا اي دونك الا غيرت الترتيب نغير الاشاره تولي ناقص ا
Et par la suite, نعوض. D'accord? Je vous l'ai dit. هاد ناقص هاد بلاصو اي نعوض شحال هاي راهي 3 على 4 ار بي 3 على 4 ار بي بلس اس نخليها جاوبت على السؤال انا وصلت الريزولتا اللي بغيت دكوغ ايسي كتساوي ناقص 3 على 4 ار بي بلس اس جاوبت على السؤال ندوز دابا للدوزيام كيستيون مونتخي كو بي جي او ايكخي بي جي فيكتور بي جي اون فونكسيون دو ار بي اس هنا اللي تيعطيني سؤال بحال هذا هو تيقول لي انه غادي تكتب لي الفيكتور بي جي على هذا الشكل كتب واحد العلاقه اللي تكون فيها بي جي بحال في واحد الطرف الطرف الاخر شنو يكون فيه يكون فيه واحد العدد ان نومبريال مضروب في ا بي بلس ان نومبريال مضروب في اس نسمي هذاك النومبريال اكس مضروب في ا بي بلس واحد النومبريال اي مضروب في اس اي بيان سور هاد اكس و واي قادر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا واحد في بوزيسيون واحد المهم سو سون دي نومبريال لي نومبريال راه كاين لي بوزيتيف و نيجاتيف دافور دونك انا شنو تندير كيسيون دو كنبدا بهاد فيكتور بي جي كنطالق من هاد الطرف هذا باش نوصل على فان بهاد النتيجه اللي فيها هاد لي دو فيكتور ا بي و ا سي اللي عطيني هنا في كيسيون شنو غلاسيون هنايا واش من نشوف هنايا خصنا نرتبو الافكار ديالنا قلنا ملي نطالق من هنا باش نوصل لهاد النتيجه غنفكر اما في التعويض ولا في غلاسيون شارج التعويض يعني تنقصد واش بي جي عندي في لي دوني نقدر نعوضها ما عنديش بي جي هنا في لي دوني داكوغ دونك هنا غندوز غولاسيون شارج شنو هي البوان اللي هي فافورابل نقدر نفكر فيها هنا هنا نقدر نفكر في لو بوان ا مزيان فوالا بوان ا مزيان ما بانش مزيان جا لو بوان اخر وهاديك بوان خاصها ضروري تكون في ليكزارسيس بلوس ا جي من بعد هاد البي ا انا نحتاج الاب دونك نغير غير الترتيب باش تولي عندي اب ها هي ناقص اب اجي ما نحتاجش ليها انا نحتاج غير فيكتور ا بي وفيكتور اس خاصة اجي تخلص منها اجي عندي في لي دوني شنو تتساوي 4 على 3 اس 4 على 3 اس دونك راح نجاوب ماذا بس اكس هنا اللي تنقلب عليه هنا راه هو ناقص 1 ناقص ا بي بحال عندك ناقص 1 فيكتور ا بي وي اللي تنقلب عليها هي 4 على 3 فوالا جاوبت على السؤال دابا شنو عندي بي جي سي كري اون فونكسيون دو ا بي فيكتور اس داكوغ دونك سي فين جاوبت على السؤال ديالي Je passe à la troisième question. Dites-moi que IJ parallèle BC. On dit que voilà. Et là, on va aller faire le chapitre exactement. Et là, on va dire que nous sommes un petit peu de temps. Puisque nous avons un contrôle de temps faire le chapitre, donc il va aller prof, il va diviser les propriétés, les radicaux, 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 les لانه دوفا حنا تنشوفو شنو قريتك في واحد الدرس ونشوف واش تمكنتي من هذوك القدرات ولا لا ملي تكون عندي في هذا الدرس انا عندي في دوفا وعاطيني سؤال بين واحد دوفا طالات باغمي لي تكنيك اللي خصني نستعمل هو انا مشيت بيدي الفيكتور مثلا اي سي ايغال ا نومبر فوا فيكتور بي سي سافو دير انه لي دو فيكتور سون كولينيير بمعنى هاد المستقيمه راه يكونوا متوازيين وكاين حتى الحاله ان واحد الحاله خاصه انه يقدروا يكونوا منطبقين داكوغ المهم انت شنو خصك دير الا قدرتي تبين لي الفيكتور اي سي كتساوي عدد في الفيكتور بي جي ولا العكس فيكتور بي جي كيساوي عدد في اس راك جاوبت على السؤال بهذه الطريقه نعقلوا على الله يرضى عليك ديما الا قال لك بين واحد الدروات باراغما واحد الدروات اخر parmi les techniques que nous pouvons utiliser, bien entendu, quand on voit que deux liens vecteurs ici, les directions de la voie à droite ici, que c'est un nombre de deux vecteurs BJ et la direction de la voie à droite BJ. Donc, on a là, on voit la relation entre vecteur ici et BJ. Mais les termes qu'on voit la relation entre vecteur BC et BJ, déjà là, d'être ici et BJ, on va se faire, on va se dire, ah, déjà, on a un vecteur ici et un BJ. Donc Vraiment, c'est pas facile. Surtout, mais si vous voulez déduire, donc j'ai oublié qu'il fait des deux questions, alors qu'il fait une seule affaire. Donc, je vais dire vrai. D'après ce que précise, d'après ce qui précède, on a. Je me dis ici, allez, je vais te servir. Moins 3 sur 4 vecteur AB. Plus AC et BG. Allez, on va voir. Ça veut dire AB plus 4 sur 3 AC. D'accord?
دونك الى قدرتي تلقى لي انا فيكتور اي سي كيف قلت كتساوي شي عدد في البيجي معليش هذه كتساوي عدد في هذه ولا هذه كتساوي عدد في هذه دونك جوج السؤال بمعنى نشوف شنو العلاقه اللي كتربط هاد ليكسبرسيون بهاد ليكسبرسيون شنو العدد اللي نضربو مثلا هنايا يعطيني هذا او شنو العدد اللي نضربو في هاد التعبير يعطيني هذا هنا كاين بزاف طرق سواء انك نطالق مثلا من هنايا وتحاول تعمل باش في الفا تلقى بي جي كتساوي عدد في اي سي ولا نطالق من هنا اي سي وتعمل باش تلقى شي عدد مضروب في بي جي تيبقى لك انت الاختيار انا مثلا نقدر نجي ندير اون اي اون رومارك كاين اللي تيكتب ليا هادو بجوج وتكتب اي اون رومارك On remarque que j'entends pas que j'écris le vecteur ici, ou que la relation directe, ou que tu es prêt à faire ça. Donc, puisque tu as 10 vecteurs, nous sommes en fonction de 1000 vecteurs. Nous sommes en fonction de la ratio, et nous sommes en fonction de la ratio. On va parler de la dernière, nous sommes les 2 vecteurs, nous sommes en fonction de 1000 vecteurs. D'accord? إما تختار لي فيكتور ديال أ بي ولا لي فيكتور ديال أس وحدة في وحدة في وحدين فيهم تتاخدو ناخدو مثلا هاد جوج ولا ناخد هاد جوج مفيهمش مفيهم جي سي موا كاين ربما لي سي موا يدوخو ناخد هاد لي كويفيسيون ديال أس بدي سي بي إي سي كتاخد كويفيسيون لي كاين في العلاقة لي فيها إي سي يعني دابا هاد واحد هو اللول شنو ندير لهاد واحد كنضربو في المخروب ديال هادا هذا الشيء اللي خرج ليا دونك هنا يكون عدد تكون فيكتور اي سي كتساوي عدد في البيج انا تنكتب هاك اي سي كتساوي عدد في البيج وهذا العدد كيفاش غنلقى بها الطريق بالنسبه انا بديت هنا ب اي سي باغي نكتبها كتساوي عدد في البيج كنمشي لشي كويفيسيون كاين فيها العلاقه اللي فيها اي سي اما الكويفيسيون اللي في اس ولا الكويفيسيون اللي في اد واحد فيهم اختاريت هذا دونك هذا نضرب في الكويفيسيون انا نخدم غير بهذا الكويفيسيون ديال اس ناخذ هذا اللي كاين في الغولاسيون ديال ايسي ونضرب في المقلوب ديال هذا واحد في المقلوب شنو المقلوب ديال 4 3 هي 3 على 4 وهنا تكون 3 على 4 فعلا الايسي راه تساوي 3 على 4 بيج خذ هاد 3 على 4 ضربها في البيجي فين البيجي هي الا ضربنا التعبير كله في 3 على 4 هادي اللي ضربتها في 3 على 4 عطيك ناقص 3 على 4 وهادي اللي ضربتها في 3 على 4 3 تجمع 3 و 4 على 4 تبقى لك اس دونك هذاك الشيء على صحيح اي فوالا دونك هنايا اي الوغ الوغ ici à part les mâches ma mèche هذه طريقه مضمونه مع بعضها كاين اللي غادي يوظف طريقه اخرى شنو غادي يدير لي يجي يكتب لي انا ici غادي يكتب لي كتساوي التعبير اللي هو ناقص 3 على 4 ab plus فيكتور ac وغادي يعمل ب 3 على 4 دونك يدير 3 على 4 عامل هنا غتبقى ليا ناقص ا بي وهنا شاتولي غتولي 4 على 3 اس دابا الى مشات ضرب 3 على 4 في هادي تعطيني هادي ولا ضرب 3 على 4 في 4 على 3 اسي غير هو التعبير كاين كلام اللي ما غاديش يبان ليهم سورتو هنايا ما يقول لك 4 على 3 عملتي 3 على 4 انا عندي 3 على 4 ولكن ما عنديش 3 على 4 كاين اللي كيفاش يدير وهنا كاين الكلام اللي عنده مستوى شويه متوسط ما يفهمش شنو درتي بالتالي يقدر يدوخ هنا إذا كملنا دونك شنو يعني 3 على 4 وهادشي كامل شنو هو هادشي كامل راه هو هذا راه هو بي جي وتتكون لقيتي أن فيكتور اي سي كتساوي 3 على 4 بي جي هاي لقيت ميم ريزولتا ولكن لقيتها بطريقة بسيطة دونك أنا نتمنى تعقلوا لي على الطريقة اللي شرحتها لك بغيت الغولاسيون بين اي سي و بي جي تنجي نكتب اي سي داكوغ وندير بوان فوا بي جي ونقلب على داك العدد اللي عندي هنايا بلوس كون بديت بي اي سي تناخد اما الكويفيسيون ديال ا دو ولا اس وباش تنبدا كنبدا بالكويفيسيون اللي كاين في العلاقه اللي فيها اي سي يعني بديت انا بي اي سي خديت هاد الكويفيسيون فاش نضربو في المقلوب ديال هذا صافي واحد في المقلوب ديال المقلوب ديال 4 على 3 هي 3 على 4 دونك واحد في 3 على 4 هي 3 على 4 ويكزاكتومون الغولاسيون صحيحه ممكن تاكدوا منها راح نتاكد لها اوفرمون داكوغ وتنكونوا جاوبنا على السؤال هنايا هاد لو دي فيكتور كنسموهم دو فيكتور كولينيير فوالا اي سا دونك تكون عندنا واحد فيكتور كتساوي عدد في فيكتور دونك غيكون عندنا بلين ديريكسيون سا فيدير ان لي دو دوات سون باغي تنكونوا جاوبنا على السؤال دونك شيرز اليف جيسبيغ كو دونك فوالا دونك que vous trouvez ce que
vous voyez donc dans ce chapitre et merci infiniment à votre attention. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.